ما عندنا بديل. رغم يعني. ذلك اليوم رغم ذلك نعم. ديالا تشهد كل فترة هجمات إرهابية كل فترة. كل فترة كل يوم كل يوم ست منى. يعني إحنا دائما نعطي شهداء بديالا ليش؟ يعني ما عندنا يوم من الأيام إحنا إذا ما نسجل فيه هنالك تعرض وهنالك هجمة من قبل هذه العصابات الإرهابية على أطراف محافظة ديالا. وجود الحشد ما موجود بالمدن، يعني إحنا عندنا في مركز المحافظة قضاء بعقوبة، ما عندنا بالمدن حشد شعبي. هذه الخروقات اللي جاي تحدث، تعرفين انت الجغرافيا اللي تتمتع بها محافظة ديالى، هنالك مناطق تساعد وجود هذه العصابات الإرهابية.